أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النيل اليوم. النهاردة هنتناقش معاكم عن ظاهرة من الظواهر اللي انتشرت بطريقة كبيرة جدا في المجتمع المصري، وإزاي قدرت تنتشر بالسرعة دي وما مدى تأثيرها علينا وعلى الأجيال اللي جاية. لكن قبل ما أدخل معاكم في أي تفاصيل، حابة أرحب بزمايلي في الاستوديو. أهلا بك يا منى. اهلا بك يا رنا. اهلا بك يا دنيا. مصر عرفت منذ القدم بانها رائده الفن وانها هي من يخرج منها الفن، حيث ان هناك مقوله معروفه جدا يقال فيها ان الكتب تؤلف في مصر وتطبع في لبنان وتقرا في العراق. على هذا الغرار، الفن ايضا ينتج في مصر ويسمع ويسجل ربما في بعض الدول، ان لم يكن يسجل في مصر ويسمع في اركان الوطن العربي. وكل من يتحدث العربيه في العالم كنا ولا زلنا نقود العالم العربي في الفن، إلى أن جاءت الظاهرة الخبيثة وهي أغاني المهرجانات. أغاني المهرجانات لوثت مسامع أركان الوطن العربي من الخليج حتى المحيط. فالمجتمع المصري شهد ظاهرة انتشرت بطريقة كبيرة جدا في المجتمع المصري خلال العشر سنين اللي فاتوا. بقينا بنسمعها في أي مكان بنتواجد فيه، سواء على قهوة بلدي أو فندق خمس نجوم، لدرجة أن الناس بقت بتتعامل معها أن دي شكل الأغنية اللي هتكون في المستقبل. طبعا في مؤيد ليها وفي بينتقدها، لكن اعزائي المشاهدين، قبل ما ادخل معاكم واتكلم بتفاصيل اكتر عن هذه الظاهره، حابه اعرف منك يا منى، الظاهره دي بدات ازاي وايه بالظبط؟ الظاهره وهي المهرجانات، وهي نوع جديد من الموسيقى الشعبيه التي ظهرت في مصر، وهي خليط بين موسيقى الراب والتكنو لكن بطريقه محليه. كان اول ظهور ليها في منطقه تسمى دار السلام بالقاهره، على يد مجموعه من شباب تلك المنطقه، وعملوا مهرجان وسموه مهرجان السلام. وسبب تسميتهم مهرجانات لأنها تعتمد على الإيقاع الموسيقي السريع والرقص الاستعراضي الشعبي، لكن انتشرت بشكل أوسع في مصر بعد ثورة 2011، بعد ما كانت موجودة في الأفراح الشعبية والمناسبات العامة، بقت موجودة في كل مكان، بقت موجودة في أفراح الطبقات الغنية، بقت موجودة في الفنادق الشهيرة. كمان مطربي المهرجانات دول بقت عامل لهم حفلات في الدول الأوروبية. ده بالنسبة لبدايتها. عايزين نعرف يا رانيا، أساسها قائم على إيه؟ بالنسبة لنا للشكل الفني وطبيعة الأغاني دي، فهي تعتمد على نوع من الموسيقى التكنو والتي تتم صناعتها عن طريق برامج إلكترونية مع إدخال صوت المغني. أما بالنسبة للكلمات فمعظمها كلمات عشوائية وأشبه ما يكون لكلام البلطجية، وإحنا بنشوف الانحراف السيء اللي وصلت لأغاني المهرجانات، هنلاقيها إنها ما بقتش مجرد كلام شعبي، بالعكس ما بقتش مجرد كلام شعبي بالعكس بقت تدني في الالفاظ والسلوك اللي مرتبط سواء بكلام مخل او اعمال العنف. والنوع ده برضو من الاغاني بالمقارنه بغيرها بتحقق ارقام قياسيه وانتشار على مدى كبير وسريع. هنلاقي ان تطبيق الاغاني الشهير ساوند كلاود تصدره 7 اغاني مهرجانات في قائمه اكثر 50 اغنيه سماعا، وكمان مهرجان بنت الجيران حقق 45 مره استماع على هذا التطبيق. وكمان إحصائية البحث من جوجل أثبتت أن محرك البحث للمصريين أثبت أن المصريين قاموا ببحث عن اليوتيوب، سواء المشاهير أو الأغاني أو المسلسلات، ولو أن أكتر خمس حاجات متصدرة هذا البحث هما المهرجانات. لكن إيه السبب في شهرتها وانتشارها الكبير ده يا دنيا؟ انتشارها الكبير ده يا رانيا بيرجعه الباحثون والنقاد، وبيقولوا لك بسبب كثرة ترددها في الشوارع والمواصلات. طبعا بكثرة ترددها في الشوارع والمواصلات، وطبعا دور السوشيال ميديا في تداول شهرة المهرجانات دي، ودور وسائل الإعلام في استضافة المطربين المهرجانات. وطبعا عايزة أقول لك من الأسباب المهمة إن إنتاجها مش مكلف، هما بيحملوا كام برنامج مجاني من على الإنترنت، وكمان اليوتيوب بيسهل لهم انتشارهم. وكمان زي ما احنا شفنا بيتم تصوير الاغاني دي ازاي، هما بيعتمدوا على كام اله موسيقيه، فبالتالي بيطلع لنا مهرجان جديد. طبعا من الاسباب المهمه ان ضعفت الاغاني الشعبيه الحقيقيه في مصر، وان الساحه الفنيه بقت فاضيه من المطربين الشعبيين. ما هو بسبب ده؟ بسبب ايه؟ بسبب ظهور النوع ده من الاغاني. ما تنسيش دورها السلبي على الاطفال، فالاطفال اكثر تاثرا بالاغاني دي. دلوقتي تلاقي الطفل وهو ماشي في الشارع بيردد الاغاني دي وبيرقص عليها. كمان يعني هي اصلا الاغاني دي بيبقى فيها الفاظ ما ينفعش ان الطفل يسمعها او يقولها. وكمان علماء النفس اتكلموا عن الاغاني دي وقالوا انها بتاثر على شخصيه الطفل، فبتكون له شخصيه ذو طبع عصبي، وبتزيد من حده التهور عنده، فبتخليه يتعامل مع مشاكله بتهور. لكن الدوله كان ليها دور ووضعت الحد للنوع ده من الاغاني.
قامت دار الإفتاء المصرية بتحريم أغاني المهرجانات لما فيها من كلام بذيء وحرام شرعا، وقرار من نقابة الموسيقيين بمنع مطرب المهرجانات بعد حفل استاد القاهرة الدولي واللي شارك فيها حسن شاكوش بأغنية بنت الجيران. بالرغم من كل ده إلا إن الأغنية حققت انتشار كبير وسريع، على إنها بعد صدورها بأسبوع احتلت المركز الثاني. وكمان بالرغم ان هي اتمنعت بسبب بعض الالفاظ اللي ما ينفعش ان هي تتقال في المواقف او في الاغاني دي. ايه رايك انت يا دنيا؟ المهرجانات زي ما في فئه كبيره رافضينها وفي فئه كبيره بينتقدها، هنلاقي ان الفئه اللي بتايد وجودها وبيدافع عن مطربين المهرجانات بيقولوا ان ده فن شعبي وتطور طبيعي للاغنيه. وكمان بيقولوا ان الطبقه المتوسطه الفقيره ان ده بقى ذوقهم الموسيقي في الفن. لكن الحقيقه اعزائي المشاهدين، عمر ما كان ده الذوق الفني للشعب المصري، ما كان ايام الثمانينات لما ظهرت اغنيه اسمها لولاكي وكسرت الدنيا، وبدات في طفره الاغاني الشعبيه بظهور احمد عدويه وحسن الاسمر. لكن عمرنا ما شفنا في اغانيهم التدني في الالفاظ والاخلاق. ولكن برضو من الأزال المهمة أن تدخل البرلمان بخصوص هذه الأغاني المهرجانات. صحيح، التحرك القانوني والتشريع للبرلمان دعم قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الأغاني دي لأنها بتهدد الهوية المصرية. كمان النائب فرج عامر اتكلم عن الأغاني دي وقال إن هي فيها ألفاظ ما ينفعش تتقال، وللأسف الألفاظ دي صغير وكبير حاليا بيقولها وانتشرت في المجتمع. علشان كده قدم قرارات لتعديل قانون العقوبات وتجديده، هيكون سجن من سنة لثلاث سنين بدل من غرامة 500 جنيه. كمان طلب العديد من النواب بعمل قوانين تسمح لإجراء المسابقات بين الشعراء المتميزين لإخراج لنا ألفاظ أرقم اللي موجودة على الساحة دلوقتي ولتشجيع المواهب الفنية في مصر. عايزين نعرف يا رانيا ايه رأي النقاد في الأغاني دي؟ النقاد الفنيين وكمان المثقفين يمنا رفضوا ما وصلت إليه الموسيقى المصرية. هنلاقي إن الكاتب والشاعر المصري فاروق جويدة قال: منذ سنوات حذرت من موجات الفن الهابط الذي اجتاح ساحة الغناء في مصر، وقد طلبت يوما بإنشاء شرطة لمطاردة هذا النوع من الغناء أشبه بشرطة المخدرات والأداب. وكمان قال إن قرار الإيقاف من النقابة اتأخر جدا، كان لابد منه من وقت طويل جدا. كمان أرجع خبراء علم الاجتماع أن انتشار المهرجان بين الشباب وتأثيرها الفظيع على المجتمع أدى إلى زيادة معدلات الجريمة ونسب التحرش وتعاطي المخدرات، وكمان شايفينها وسيلة لتدمير المجتمع. إيه رأيك يا دولي؟ كمان بيرى علماء النفس أن انتشار المهرجانات الشعبية بهذه الطريقة السريعة في الشوارع والمواصلات وسط التجمعات الشبابية وداخل الكافيهات وغيرها من الأماكن، ده أدى إلى تدني وانعكاس طبيعي للسلوك في المجتمع، سواء بقى من الألفاظ اللي بنسمعها بشكل مبالغ في الأماكن العامة أو من التصرفات السيئة من بعض الشباب في الشوارع. كل العادات دي بقت شيء مباح، وبقت الأغاني بتتغنى بدون أي حرج، فأصبح فعلها على أرض الواقع من العادات تقليدها شطارة. لكن الهدف من كل النقد ده مش حقرا على نوع الموسيقى، إنما إيه، بسبب التدني في الألفاظ في أغاني المهرجانات. ولكن الكلمة حق تقال إن في من مطربين المهرجانات عندهم مواهب، فإحنا بس عاوزين نعالج الأسمة دي ونحتويهم. صحيح، احنا مش بنرفض المهرجانات كشكل، احنا بنرفض الالفاظ اللي موجوده في المهرجانات دي. احنا مع ان المهرجانات تفضل موجوده وكل حاجه، بس مع تشديد المراقبه وتكون بطريقه قانونيه وتشريعيه اكتر من كده. مش كل يوم واحد يطلع ويقول انا مطرب مهرجانات. اعزائي المشاهدين، اتكلمنا معاكم النهارده عن المهرجانات واسباب انتشارها، لكن اعزائي المشاهدين الوقت معاكم بيخلص بسرعه، وللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.